الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قالت: وما الذي قلت له؟ قال: أمهلته حتى أسألك عن ابنتك، هل تجدين فيها كفاءة بأن تكون زوجة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ واعلمي أن بيته بيت الوحي والنبوة والعلم والآداب والحكمة، فإن تجديها أهلا لأن تكون خادمة في هذا البيت، وإلا فلا. فقالت: يا حزام، إني والله قد ربيتها وأحسنت تربيتها، وأرجو الله العلي القدير أن يسعد جدها وأن تكون صالحة لخدمة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام. فزوجها به: زوج كريمتنا بالفارس البطلي نعم القرينة للمولى الإمام علي، فإنها حرة في الحسن بارعة في الرشد كاملة والنبل فيها جلي. فلما سمع حزام سر بذلك سرورا عظيما، وأقبل إلى عقيل وهو مستبشر، فقال له عقيل: ما وراءك؟ قال: كل الخير إن شاء الله تعالى، قد رضينا بأن تكون ابنتنا خادمة لأمير المؤمنين عليه السلام. فقال عقيل: لا تقل خادمة بل قل زوجة. ثم سأله عن صداقها، فقال حزام: هي هبة منا إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عقيل: بل ممهورة، أما المهر فهو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بناته وزوجاته 500 درهم، وأما الهدية فلكم ما يرضيكم ويزيد. فقال حزام: اعلم يا عقيل، إنا لا نطمع في كثرة المال، ولكن نطمع في شرف الرجال. ثم نهض حزام من وقته وساعته ودخل على زوجته ثمامة بن سهيل وهو يقول: البشارة، فإنه قد سعد جدك وعلى مجدك وارتفع ذكرك، فقد قبل ابن أبي طالب ابنتك زوجة لأخيه أمير المؤمنين عليه السلام، صاحب الأنوار البهية والوقار. فلما سمعت ذلك منه خرت ساجدة لله شكرا، وقالت: الحمد لله الذي جمع شملنا، الحمد لله الذي جمع شملنا بمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي المرتضى عليه السلام. ثم أقبلت على ابنتها فاطمة تهنئها وتقبلها: يهنيك هذا الشرف العالي وأنت في عز وإقبالي، فيك فنون الحسن قد جمعت، فصرت في فض به عالي، حظيت بالمفضال خير الملاء بعد النبي الطاهر العالي. قال الراوي:
ثم إن حزاما خرج ودعا عشيرته وقومه من بني كلاب وبني عامر، فلما اجتمعوا قام عقيل بن أبي طالب خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال: أما بعد يا بني كلاب ويا بني عامر بن صعصعة، نحمد الله نحن العرب إذ جعلنا من خير خلقه وأرسل فينا رسولا من أنفسنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من شجرة النبوة، وجاءنا بدين الله القويم الذي ارتضاه لنا، إذ يقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأمرنا بنبذ البغضاء والشحناء والأحقاد، وحبب إلينا صلة الأرحام والتقارب والاتحاد، إذ يقول جل ذكره: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وحرم علينا الزنا والسفاح، وأحل لنا الزواج والنكاح، إذ يقول عز شأنه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم. وهذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم قد أحب مصاهرتكم وخطب إليكم كريمتكم فاطمة أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة على كتاب الله وسنة رسوله. وقد قال الله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم ليس لن يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم جلس حزام: فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى فمثل مثل السيدة فاطمة أم البنين، فليبكي الباكون ولينذب النادبون. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صلي وسلم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أم البنين أتاك نعي الأربعة، أم البنين أتاك نعي الأربعة فأبت عيونك أن تطيع الأدمى. وسمعت عن رزء الحسين وأوشكت قبل المنية روحك أن تطلع. يا ليت شعري ما تصنعي حوار بين زينب وبين أم البنين، تقولها أمه أم البنين سمعت عن قتل أولادك الأربعة فما أطعت عيناك، ما بكيت يا أم البنين، لكن أشوف بس ذكرنا الحسين وأن الحسين قتل وإذا بك تكاد روحك أن تخرج من بدنك. أمه يا ليت شعري ما تصنعي لو رأت عيناك. يا أم البنين المصرعا ونظرت يا أم البنين بعينك شمرا على صدر الحسين. يا الله بس سمعت بكيتي، إذا شلون لو تشوفين المصيبة بعينك. ونظرت يا أم البنين بعينك شمرا على صدر الحسين تربعا يفري بصارمه وتين محمد، يفري بصارمه وتين محمد ويسب فاطمة والبطين الأنزعا. والله يا أم البنين
والله لو جئت الطفوف لقلبك عند الوداع على الحسين تصدعا. أتصبرين ورأسه فوق القناة؟ أتصبرين ورأسه فوق القناة والصافنات يعني الخيول والصافنات ترض منه الأضلعا؟ ما بالك والسهم مزق قلبه؟ ما بالك والسهم مزق قلبه وأبى سوى من ظهره أن ينزع؟ ورأيت يا أم البنين رضيعه، ورأيت يا أم البنين رضيعه ضامن وغير نجيعه لم يرضع. يم البنين الأربعة نصبي عزية ذبحة وبنينج في طفوف الغا جعفر عفير وعون وعبد الله ذبايح وشايل الراية صوب شاط الموت طايح بيهم صحت بس ما يسمعون الصوايح عافاني كلهم في طفوف الغاضر عافاني كلهم في طفوف الغاضر. يم البنين الأربعة رفعوا لك الراس ما قصروا يشهد الباري وتشهد الناس ومحد وفى لحسين مثل البطل عباس سوى الهواي في طفوف الغاضر مثل البطل عباس ما شفنا بالطفوف مثل البطل عباس ما شفنا بالطفوف آلاف تترادف علي برماح وسيوف وكل ما حمل طارت رقابي وطارت جفوف ما حد وقف لفي طفوف الغاب مثل البطل عباس ما شافت العدوان كل ما حمل بالمعركة فرت الفرسان طبل الشريعة وترى السجودة وطلع عطشان وانذبح ضامي أخويا في طفوف الغاض ضمتها أم البنين إلى صدرها. اسمع هاي الكلمة ضمتها إلى صدرها بني زينب تبكين على أبو فاضل زينب تصيحين على عبد الله على عون على جعفر أولادي
زينب سمع هاي الكلمة شنو عندك أمه؟ قالت رأس البطل عباس والشفين والعين. يلا حبيبي وياي. رأس البطل عباس والشفين والعين وجعفر الغالي وعان وعبد الله الطيب بعد وامهم يا زينب أقل فدوة روح لحسن. يا الله وامهم يا زينب أقل فدوة روح لحسن ويسلم الوالي في طفاف الغا صاحت الحارة والدمع باليجري بالخدا يم البنين لا ترقبين حسين يم الأربع عيون أتعفر مع أولاديك وما ضمتهم الحوت وما حد دفنهم في طفاف الغار. اسمع يم البنين وين يعود طاغية خمدا فاسايا عقب ما سب الدعي وبن عال داسك اخ مكان الصارم في وتينا وقطع راه وويلاه وويلاه وين يعود طاغية خمدا فاسايا عقب ما سب الدعي وبن عال داس مكن الصارم في وتيئة نوقطع راس وظلت الجثة في طفاف الغار ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ممن أسلم وجهه لله وهو محسن آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. الناس عند خالقهم جميعا سواسية كأسنان المشط لا يتفاضلون لا بقومية ولا بلغة ولا بمال ولا جاه إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ميزان التفاضل في الإسلام هو التقوى فمن كان أتقى لله كان أفضل عند الله جل وعلا بغض النظر هذا الإنسان التقي الأتقى
أيكون غنيا أو يكون فقيرا؟ لا يضر، أبيض أسود ما يضر، كبير صغير ما يضر، المهم أنه يمتلك تقوى في قلبه. الله ينظر إلى تقوى القلب، لاحظ. فمن كان أكثر تقا كان أعظم عند الله وأفضل عند الله جل وعلا. تأملوا الآية تقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يعني شنو؟ يعني مثلا إذا وقع في مصيبة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يسلم أمره إلى الله، يطيع أمر الله جل وعلا، ينقاد لإرادة المولى جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: من أسلم وجهه لله. شنو هذا؟ يمتلك رصيد عظيم كبير جدا من الدين في قلبه. فكيف إذا أحسن في عطائه، أحسن في طاعته؟ شلون؟ شنو الفارق بين العدل والإحسان؟ العدل أن تعطي كل ذي حق حق، والإحسان أن تعطي زيادة. أنا مرة يجيني إنسان أنا ظالم منه مثلا لا سمح الله في مال مثلا إلى 100 دينار، وأنا تعبت وياي شهور سنين أنكر هذا المبلغ. بعد ذلك أجي شنو أقول له؟ أنا إنسان أريد أتوب، أستغفر من المولى جل وعلا، أطلب براءة الذمة، الدنيا يومين وتنتهي. ها؟ أجي إلى هذا الإنسان أعطيه حقه. الآن أنا عادل، حينما أرجع الحق إلى صاحبه هذا عدل، ولكن إذا نظرت إلى حاله وأنا تعبت هاي المدة وإنسان فقير ومحتاج وساعدني وكذا، فأنا أجي أزيد من باب الإكرام والهدية، بدل ما أعطي 100 أعطي 200. هاي زيادة إحسان، خصوصا إذا كانت إلى جانب الفقراء، لاحظ. فكلما يزداد الإنسان عطاء كلما يكون محسنا، سواء الإحسان في كمية العطاء أو في كيفية العطاء أيضا، لاحظ. الله سبحانه وتعالى يقول أن الإنسان الفاضل الطيب عنده هو الذي بلغ من التقوى درجة يكون فيها مسلما أمره لله تعالى. لأن تأملوا حينما نأتي إلى كتاب الله العزيز ونفتش في آياته، نجد القرآن يذكر النبي إبراهيم الخليل عليه السلام في كثير من آياته، ويعطيه مقامات عديدة. يمكن أكثر نبي ذكرت مقاماته في القرآن هو إبراهيم الخليل سلام الله عليه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إني جاعلك للناس إماما، واتخذ الله إبراهيم خليلا. بعد إن إبراهيم لأواه إن إبراهيم لحليم أواه حليم منيب لا إن إبراهيم لأواه منيب حليم الظاهر جذ الآية. المهم بأنه كثير آيات تأتي وتذكر مقامات متعددة للخليل عليه السلام، كثرة من الآيات. سبحان الله، هذا الكم من الآيات وهذا الكم من المقامات الكثيرة المتعددة. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ثلاثة مقامات في آية واحدة، بحيث يتساءل الإنسان: ما الذي فعله إبراهيم حتى وصل إلى هذا المقام الشامخ عند الله جل وعلا؟ إيش سوى؟ القرآن يذكر حادثة. أنا أرجو من الإخوة والآباء يتأملوا شوية في هذه الحادثة.
بعد أن فرغ الخليل وابنه عليهما السلام من بناء الكعبة رفع أيديهما بالدعاء وقال في ضمن ما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا مسلمين، شنو معناته؟ يعني اجعلنا من أمة الخاتم محمد صلى الله عليه وآله؟ أكيد لا، وإنما قصد بالإسلام هنا الإسلام اللغوي، يعني التسليم والانقياد، يعني يا رب وفقني لأن أصل إلى مراتب عليا من التسليم والانقياد إلى أمره. تقول عجيب، هو نبي ما عنده تسليم؟ أقول لك لا، المؤمن العادي عنده تسليم لأمر الله، إذا طاح في مصيبة فإنه يرجع إلى الله، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا تسليم لأمر الله. ولكن الخليل عليه السلام لا يلتفت إلى هذه الدرجة. الإسلام اللغوي مراتب متعددة لا نهاية لها. تأمل، إبراهيم حينما يطلب أن يكون مسلما أمره لله، يعني يا رب وفقني لأن أحظى بدرجة رفيعة جدا من التسليم والإنقياد والإنصياع إلى أوامرك. الله سبحانه وتعالى يستجيب من الإنسان العادي، فكيف إذا كان من أولي العزم إبراهيم الخليل سلام الله عليه؟ الله استجاب له، قال: يا إبراهيم أنا أعطيك، أنا أوفقك، أنا ما عندي مشكلة، نحن نعطي كل من يريد، ولكن بشرط أنت عندك قابلية أن تأخذ، له ما عندك قابلية تأخذ، لاحظ، أنت عندك قابلية لأن تصل إلى هذا المقام الذي أنت تريده أو ما عندك قابلية؟ إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. يعني أنا راح أعطيك تأخذ؟ قال: أخذ، أقبل، أنا عندي القابلية. إبراهيم، التسليم ليس بالكلام وإنما هو فعل على الأرض، يحتاج امتحان، وكلما ازداد الامتحان درجة ازداد التسليم درجة. أتصبر؟ إبراهيم وعد الله أن يسلم وأن يصبر. الله سبحانه وتعالى وضعه على الاختبار، في الاختبار، فبشرناه بغلام حليم. يعني إسماعيل عليه السلام، ليش يذكر القرآن صفة إسماعيل يقول حليم؟ حتى يقول لك إن هذا الولد يمتلك عمقا عظيما من المحبة في قلب أبيه. الأولاد مو كلهم سواسية في قلب الأب أو في قلب الأم، لا، صحيح الأب يحب كل أولاده، ولكن هل يساوي بينهم في الحب؟ مو في العطاء، في الحب لا. الولد المؤمن خير من الولد الكافر، ما يصير أنا أحب الولد المؤمن والولد الكافر بنفس الحب، بنفس المستوى. البار له محبة أكثر في قلب أبيه وفي قلب أمه من الولد العاقل العاصي المؤذي، لاحظ. وكلما ازداد الولد كمالا وصفة ودرجة عند الله جل وعلا، كلما كان حبه في قلب أبويه أعمق وأعمق. لاحظ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في قلبي وفي قلبك وفي قلوب العالمين. مولاي، فكيف في قلب الأب؟ كيف في قلب الأم؟ تأمل، النبي يعقوب عليه السلام كم ولد عنده؟ 12 ولد، صحيح، ولكن قلبه تعلق بواحد من أبناء النبي يوسف سلام الله عليه أكثر من بقية الأولاد. ليش؟ هذا نبي ما يظلم،
نبي ما يخطئ، نبي ما يجور على الغريب فضلا من أن يجور على ولده. إذا لماذا قدم أحد الأولاد على البقية؟ لأنه وجد في هذا الولد ما لا ما لم يجده في بقية الأولاد من التقى، من العلم، من الطاعة، من المكانة عند الله جل وعلا، فكان أكثر حبا لهذا الولد. لاحظ، لذلك القرآن يقول فبشرناه بغلام حليم حتى يعكس مدى تعلق قلب الأب بهذا الولد. إذا عندك ولد مثل إسماعيل بهذه الحلم وهذا التقى وهذه الكمالات، فحقا لك أن تشكر الله مليون مرة وما توفي على هاي النعمة. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا امتحان صعب لو لا تذبح ابنك، ويا ابن مفضل في قلبك يملك مقدارا عظيما من الحب في قلبك أن تذبحه بيدك في طاعة الله جل وعلا، تقوى على فعل ذلك يا إبراهيم؟ هذا هو الامتحان. انت وعدتنا أن تصبر، تصبر تسلم أمرك إلى الله لو لا. فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، توافق ما توافق، تقبل ما تقبل. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. القرآن الآن يشهد يقول تحقق الإسلام منهما. هم هناك يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك، القرآن يقول نعم، الآن هما الاثنين تحقق منهما الإسلام. فلما أسلم يعني انقادا وانصاعا لأمر الله جل وعلا. يعني إبراهيم وفى لو ما وفى؟ وإبراهيم الذي وفى، يقول القرآن، يعني مو فقط وعد بأن يستسلم لإرادة الله وأن يقبل وأن ينصاع وأن يمتثل لأمر الله، مو مجرد كلام، على أرض الواقع. ولذلك الله أعطاه من المقامات الدرجات الرفيعة والمكان العظيم، لأنه أسلم وجهه لله وهو محسن، فكان عظيم الإيمان وعظيم الدرجة. سؤالي إليك، صاحبة هذه الليلة أم البنين سلام الله عليها، هل أسلمت وجهها لله؟ هل سلمت أمرها لله؟ هل انصاعت وانقادت وامتثلت لإرادة الله جل وعلا أو لا؟ هل كان عندها استعداد، الاستعداد الإبراهيمي اللي كان عند الخليل عليه السلام موجود عند أم البنين لو لا؟ إذا ما موجود هاي مسألة، إذا كان عندها هذا الاستعداد فلك أن تتصور مقامها عند الله جل وعلا، لك أن تتصور عظمتها عند الله جل وعلا. التاريخ يحدثنا أنها مو فقط كان عندها استعداد، وإنما حققت ذلك على وجه الأرض. أنا لا أريد أن أفاضل بين أم البنين والنبي إبراهيم حتى تقول هو قدم واحد وما ذبحه وأم البنين قدمت أربعة. أقول لك لا، القضية أننا في صدد إثبات أن الاستعداد اللي كان موجود عند الخليل عليه السلام كان موجودا عند أم البنين لو ما موجود. فإذا كان الخليل يستحق كل تلك المقامات الرفيعة العالية عند الله لأنه أسلم وجهه لله وهو محسن، سؤال أم البنين هل أسلمت وجهها لله وهي محسنة؟
لولا نعم أسلمت وجهها لله وهي محسن في عطاء. ما اكتفت بواحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أربعة. ولو كانت تمتلك أربعة فوق الأربعة لقدمتهم. القضية أم البنين مو مقدمة أربعة، لا، قدمت كل ما تملك، ما عندها أكثر من أربعة حتى تقدم. ليش أقول هذا الكلام؟ حتى لا تتصور إذا شفت امرأة يوم من الأيام قدمت أولادها في سبيل الله 12 ولد مثلا تقول هاي زادت على أم البنين. لا، هاي قدوتها أم البنين، بس هي ما زادت. ليش؟ لأن أم البنين حينما قدمت قدمت كل ما تملك لله جل وعلا. فلو كانت تملك 20 70 80 لقدمتهم. أحفظ؟ إذن كانت مسلمة في أمرها لله جل وعلا منذ اللحظة الأولى في بيت علي وفاطمة. يوم اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقبل بفاضل في لحظة الولادة، يقبل يمينه، يقبل شماله، يقبل عينه اليمنى، مفرق شعر راسه، وكان يبكي بأبي هو وأمي. التفتت إلي أم البنين صاحت: حبيبي يا أبا الحسن، ما لي أراك تقبل يمينه وشماله؟ أفي ولدي عيب؟ في ولدي سوء؟ قال: لا يا أم البنين، إنما قبلت يمينه لأنها تطير بضربة سيف خاشم. ليش ضرب قبلت شماله؟ قال: لأنها سرعان ما تلحق بأختها باليمنى. أشوفك تقبل عينه، قال: فإنها مرمى سهم مسموم. أشوفك تقبل مفرق شعر راسه، قال: بلى، فإنه محل ضربة عمد من حديد يفلق هامته نصفين. صارت تبكي تصيح تقول: سيدي أبا الحسن، وما هو ذنب ولدي؟ شنو الذنب اللي يرتكبه ابني حتى يذبح بهذه الذبحة الشنيعة؟ ها؟ فيقول: لا ذنب له يا أم البنين، إلا أنه يطلب الماء للحسين وعياله في يوم قد حرم فيه الماء على الحسين وعياله. وإذا بها تنظر إليه: حبيبي، يعني ابني يموت فداء للحسين، يقتل في سبيل الحسين؟ قال: بلى يا أم البنين. وإذا بها تكفكف دمعتها وتخر على الأرض ساجدة لله، تقول: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لابن رسول الله. إذن من اللحظة الأولى كان الاستعداد موجود عنده. ويوم اللي إجا بشر ابن حذلم وصار ينعى الحسين في المدينة، إجت أم البنين ولسان حلش يقول: يا ناس بالله دف رجول، خلوه ينزل عن ذلول، أبا سايل وبستمع قوله، أبا سايل بالله ورسوله. يوم انتلاقى وذوله بذوله عباس بيض وجهه لوله. أنا عندي سؤال أريد استفهم. أنا موصي العباس يوم اللي الضعينة أرادت تخرج من المدينة، وقفت أم البنين خلف الضعينة وهي تنادي: ولدي حسين، قف لي قليلا يا نور عيني. أوقف الضعين، نزل إليها احتراما لمقامها، قبل رأسها: نعم أماك. قالت: حبيبي نور عيوني تاج راسي أبو علي، أنت إمامي، أنا أريد أبو فاضل أحاجي. صاح الحسين: أخي عباس، أجب أمنا فاطمة. ما يقول أمك، لا، أمي هاي. فجاء العباس إليها، قبل رأسها، انحنى يقبل يدها: نعم أمك، ما عندك؟ قالت: ولدي نور عيني، أذاكر أنت أم أذكرك؟ أنت تتذكر حبيبي لو أنا أذكرك؟ قال: بأي شيء يا أمك؟
قالت أتذكر اللحظات الأخيرة من حياة والدك علي بن أبي طالب؟ قال بلى. قالت ما تذكر يا نور عيني؟ قال أذكر يوم أخذ يد زينب وخلاها بيدي، قال ولدي هذه وديعة الله ورسوله وفاطمة ووديعتي عندك. يكون تحامي خدر هاي المخدرك. قالت ولدي هذه وصية أبيك، أما وصيتي أنا فكن خادما لزينب، كن خادما للحسين، كن عبدا مطيعا للحسين وزينب. ولدي بيض وجهي عند رسول الله، عند الزهراء فاطمة، عند أبيك علي. ترى أبوك علي تزوجني علشانك أبو فاضل. قال لها قري عينا يا أمك. لذلك يوم اللي الناعي إجا جاءت تريد أن تستفهم أوفى العباس بوعده، بيض وجهها عند الزهراء فاطمة، عند رسول الله، عند أمير المؤمنين لو لا؟ ولذلك ما سألت عن أولادها، كانت السؤال عن الحسين، القلب متعلق بالحسين. فلما رآها بهذه الكيفية قلبها متعلق بالحسين، خاف يفطر قلبها، يقول لها الحسين انقتل لأن تسقط ميت. صار يريد يمهد لها المصيبة. قال لها قتل جعفر، قتل عبد الله، قتل عون. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا سألتك عن عبد الله؟ سألت حبيبي البقاء والخلف برأس الحسين. قال لها لقد قتل أبو الفاضل. يقول شفت إيدها، انفرجتا يديها انفرجتا حتى سقط الرضيع الذي تحمله على الأرض. وضعت يدا على خاصرتها وأشارت إلي بالأخرى، قالت يا هذا فطرت قلبي. كلما سألتك عن الحسين أجبتني بحبيب من الأحبة، فلتذهب أولادي ويبقى الحسين سالم. قال لها إذن خذي حجرا من الأرض واضربي بها جبهتك. قالت ولماذا؟ قال فلقد قتل الحسين بكربلاء. وصرخت برفيع صوتها وهي تلطم بعشرها على وجهها، وحسينا وسيدة. ثم التفتت إليه وقالت حدثني من بقى من آل الحسين وعياله. اجركم لولا ومن بقى في ركب الحسين؟ قال بقى علي ابن الحسين وقد أقبل بعماته وأخواته. قالت علي ابن الحسين تقول رجع بعماته؟ أسألك زينب يعني رجعت؟ زينب بنت أمير المؤمنين هم رجعت ويا زين العابدين؟ قال بلى، هم على مشارف المدينة. وإجت مسرعة أم البنين، اسمع حبيبي، وقفت على باب الخيمة وإذا بها ترى نساء باكيات وأطفال يصيحون والكل ينادي وحسينا. صاحت سلامي عليكم يا الخواتي، في وين زينب يا نساوين؟ قالوا لها هلي التبكي وتغل دمعة العين. قالوا لها هلي تشوفين تبكي وتذرف دمعة العين، مكسورة الخاطر على حسين
إن على حسين وحزني على حسين. جاءت إليها وقفت عندها تأملت في وجهها زينب تعاينها ودموعها تجري على خدودها. أم البنين تعاين هاي زينب وين زينب وين هاي المرأة هاي منتحلة بدنها ضعيفة تغيرت ألوانها حتى رموش العقيلة زينب صارت بيضاء. قالت بنية أنت زينب الهاشمية؟ بكت زينب قالت أمه ما عرفتني؟ بالأمس كنت أدعى زينب الهاشمية اليوم أني زينب المسبية أني زينب الضائعة الغريبة أني زينب الخارجية. ضمتها إلى صدرها اتقلها يا زينب يا ستي كيف الأحوال كيف الأحوال بين العشيرة وذيك الرجال أشو رجعتين حرمة تايه البال وارث الأياد حزوز الحبال ودخلت الخيمة وزادت الصيحة عليها ذيت بشي كافلها وذيت بشي وليها وزينب الحارة تبشي وتعاين إليها ومن شافت امها زادت عليها المصيبة صاحت يا يما انا زينب لا تدورين حقك يا يما زينب ها ما تعرفين شفت الهضم والذل يا يما عقب الاحسان من عفت خي على الثرى جثة خضيبة اخ جسم انتحل لون انخطاف بالطف يا يمك عطشان اخويا وانذباح وما تروح وصوت الشمر بمتونيا يما تلوى وعفت الشهيد على الثرى جثة سليبة وسمعت النخوة واعتنت لهم الابنين يلا اقرأ وياي سمعت النخوة واعتنت لهم لابنك احنا تقبلها وتضم زينب باليدين وتصيح ويش احوال قلبك بعد الاحسان من عفت خيج بالثرى ورحتي غريبة صاحت يا يما شفت اخو يا فوق الرمال يحفظ برجله والشمر فوق بلنعة صيح وحسيناك وسيدا شفت خايا وصاحت يا يما شفت خايا فوق الرمال
يحفظ برجله والشمار فقابل نعب. وشفت الكريم على الرموح وبحر العيال ومن يلتفت يمي يصاب دمع صبيبك. اما شفت الخيام بالنار يا يما احرقاها ويتام اخويا حسين يا يما ولوها. وسكن العزيز بصوت يا يما ضربه من لاذت بجسم الولي زايد نحيب. ضمتها الى صدرها. اسمع هاي الكلمة. قالت بني زينب احرقت قلبي فطرت قلبي تقولين الشمر صعد على صدر الحسين ونعله في رجله. بنية أسألك أين أبو فاضل وين العباس؟ لماذا يسمح للشمر أن يصعد على صدر أخيه؟ أصاحت دمع العين أن يجري ويا الأنفاس في وين عن صبط النبي مختفل عباه. قال كسر ظهره قبل بالخيل ينداس آس من شاف مرمع للنهر جثة خضيبة. كف العتب عن العضي توجذ بونا حام بماي العين يا يما خدرنا. اخ قطع وجفوفه وانقطع منا املنا وانفضخ راسه وحلته علينا المصيب. صاحت دمع العين يجري فوق الخدود. اتمنيت عند من الوليد 70 ويزود فدوى تروح بكربله السر الوجود. ويرجع حبيب المصطفى لديار طيب. عظم الله اجوركم. بعد دقيقتين ثلاث أريد أخذك وين؟ إلى أم البنين على فراش المنية في آخر لحظاتها. ما فتر أنينها على الحسين. كانت تبكي على حبيبها ليلها نهارها. اللي يصير على فراش المنية حبيبي يتألم يتأواه. مرة يقول آه ومرة يقول آخ خصوصا إذا منكوب ومنحول جسمه. وهاي المرأة كلما تقلبت صاحت حسين. تنقلب شمال تنادي حسين يمين تصيح حسين. وإجت زينب وآل بني هاشم إليها. الآن زينب واقفة وإذا أم البنين تلتفتها. أرسم إليك المنظر وأريدك تعيش الصورة بقلبك يا مولاي. كأني بزينب واقفة أم البنين تشير إليها تقولها بني أعندك رسالة سلام أوصله إلى أخيك الحسين هني رايحة. بني في أمان الله. قالت لها بلى أمه أريدك أن تبلغي إخوتي وأحبتي عني السلام. أريدك تسلمين على الحسين على عبد الله على جعفر على عون. ثم اختنقت زينب بعبرتها قالت لها حبيبتي وعباس ما أوصل السلام.
ابو فاضل الي سلام لو لا اخذ الى سلام؟ قالت بلى يا امه سلمي لي على ابي الفضل، انا عندي وصيه اريد اشتاخذيها للعباس تخبرينه، اريد يطلع على الاحداث وعلى تفاصيلها حتى ما يقول اني ما خبرتها. ايش عندك بنيه؟ يلا وياها ابيات الدعاء، اسالكم الدعاء. يم البنين الاربعه فصل له الحال، يم البنين الأربعة فصل له الحال، الزوم يدري حسين داس الشمر بن عم، الزوم يدري حسين راسه فوق عساه، الزوم يدري الخيل رضت جثة حسين، يم البنين المعذرة آخر وصي. يا الله يا الله، يم البنين المعذرة آخر وصي، قولي لزينب دشتي مجلس دعيه. آخ بعد بعد ما عندك يا بنية، وماتت على أبوها من الحسرة رقي. يا الله يا الله، وماتت على أبوها من الحسرة رقي، وياش تنسي هالمصيبة يم لب أحسين، وبعدك لا أنا عيش. اللهم تقبل منا الأعمال، أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق حبيبك المصطفى محمد والآل صلواتك ربي عليه وعليهم أجمعين. اقضي حوائج المحتاجين، أدي ديون المديونين، امن بالشفاء العاجل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. أحبتي، هناك جمع للتبرعات والصدقات باسم أم البنين، اللي يحب يشارك جزاكم الله خير الجزاء. اللهم شاف مرضانا داوي جرحانا، لا سيما من خصصناه بالدعاء. اللهم شافه بشفائك، داوه بدوائك، عافيه يا ربي من بلائك. من علينا وعليه وعلى جميع مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم شاف مرضانا داوي جرحانا، ارحم شهداءنا وموتانا، إلهي فك أسرانا، إلهي فك أسرانا، إلهي فك أسرانا، رد كل غريب إلى وطنه، لا سيما من سألناك الدعاء لأجله وبقية الغرباء يا رب العالمين. اللهم ارجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم احفظنا وإياهم وأسر قلوبنا بأم البنين يا الله. إلى موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، للجميع لا سيما من نهدي ثواب هذا المجلس إلى روحه الحاج أحمد ضيف ووالده. اللهم تغمدهم والمؤمنين بواسع رحمتك
وإلى روحيهما وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات. للجميع نهدي ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.